تصنف النجف ضمن أقل المحافظات فيما تحصل عليه من الطاقة الكهربائية، خاصة في وقت الأزمة في فصل الصيف. الحاجة الفعلية للمحافظة 1100 ميجاوات، ولا تحصل سوى على نصف هذه الكمية. ومن بين أسباب ذلك عدم وجود خطوط لنقل الطاقة أو محطات ثانوية بحسب لجنة الطاقة في مجلس المحافظة. أحمال 1100 ميجاوات، الآن النجف ما تقدر تستوعب أكثر من 600 ميجاوات بسبب عدم وجود محطات 132 و33. وزارة الكهرباء أعلنت اليوم عن انتهاء العمل في خط جديد 132 ميجاوات لنقل الطاقة من محطات كهرباء الحيدرية إلى محطة غرب النجف ودخوله الخدمة الفعلية. الخط طوله 37 كيلومتر، يتضمن 122 عمود، سعته 132 ألف فولت، 132 كي في. فائدته أنه ينقل قدرة إلى محافظة النجف، هو سعة قابلية للنقل 480 ميجاوات، طبعا هاي القابلية القصوى. الخط الذي نفذته شركة تركية سيساهم بحسب القائمين عليه في تخفيف الاختناقات في الشبكة الكهربائية في محافظة النجف. ربط الخطوط 132 بمحطة الحيدرية يعتبر من الأعمال الضرورية والمهمة لفك كافة الاختناقات اللي تمر بها محافظة النجف الأشرف. وتقول الحكومة المحلية في النجف أن الخط الجديد سيوفر 100 ميجاوات إضافية، وأن المحافظة بحاجة إلى 5 محطات ثانوية لتكون قادرة على استقبال كامل الحصة المقررة لها. راح ينطي طاقة للنجف أكثر من 100 ميجاوات زيادة، بس احنا إضافة إلى هاي المحطة يحتاج إنه 5 محطات الآن في الوقت الحاضر حتى نقدر نستوعب 1100 ميجاوات. وكان العمل بدأ في المشروع في العام 2012، إلا أنه تعرض لتأخير اضطراري وتغيير في مساره بحسب المعنيين. إكمال هذه المحطة سيساهم في زيادة الطاقة الكهربائية المجهزة للنجف، وبالتالي تقليل ساعات القطع في محافظة تعتبر من أفقر محافظات العراق بالتجهيز الكهربائي بحسب المسؤولين فيها. من محطة كهرباء الحيدرية، راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.